ما حدث. سنستمع إلى روايات من صاحب المنزل ومن صاحب كذلك هذه المناسبة العم حسن الذي سيروي لنا ما الذي حدث بالضبط. السلام ورحمه. احمد عز الدين. شنو بالضبط عليه؟ والله انا احمد عز الدين من مواطن الحله هنا. عندنا على المنطقه دي بالضبط وين؟ المنطقه دي الشيق لشرق مربع اثنين الحاج يوسف شرق النيل. هنا ساكنين في المنطقه دي اتولدنا فيها ذاته. وهذا منزل اخونا حسن الفول الحاسس ذاته. اخونا حسن حمدان. اللي حصل شنو بالضبط؟ اللي حصل كان في مناسبه بتاعت بيت حسن ده. والمناسبه انتهت اي شيء وجا انفجار اللي هو قرنوا فكه فكوه في الحفله هنا. كانت الحفله شغاله ولا لا؟ الحفله بعد انتهت. بعد انتهت الناس كانت موجوده. كان كيف؟ كان في ناس، ما في ناس، كان بعض الضرب حصل الناس توقعت وقعت في بعضها والجري جري ولا تعوق حد ما الدموم هو سايله كلها دموم النص. العمل الشايل السلاح ده كان ها؟ حامل السلاح والله قالوا من حله جنب هنا مربى خمسه، قالوا مربى خمسه حي جنب هنا. اسمه منو؟ والله قاعد يقول اسمه احمد. هو 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 كان مع الناس توفي ولا الان؟ توفى وقع في الحادثه هنا ذات سوا. كان قبل الحادثه دي في اي حوادث قبل كده؟ والله كنا في الحله دي بنسمع صوت ذخيره بالليل. أصبحت الذخيرة طوال بالليل هنا. مرات بيكون قاعدين في محلات أشياء في الشوارع برضه بيجينا بومبان. طوال الكلام ده ورا بعض. دايما من مظاهرات ولا بتين؟ لا قريب ده بدون مظاهرة ساي بدون مظاهرات. ما عرفتها من مين؟ والله ما بنعرفها من وين. صوت الذخيرة نسمعه بالليل طوالي. لكن ما بنعرفها من وين. الشخص اللي اسمه أحمد ده اللي هو شايل السلاح ده تابع لمين أو وين هو وكان وين؟ هل هو من أولاد المنطقة ولا مين؟ والله من حلة جنبنا. حلة قدام مننا كده. لكن بس تابع لون ده انا متاكد منه. هو عسكري ولا ما عسكري؟ والله كان عسكري زمان قبل، لكن السلام ما متاكد منه برضه، طولنا منه. كويس تمام. شكرا لك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. مرحبا بك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منو معنا؟ حامد محمد. عايز احكي لنا حصل شنو بالضبط؟ لا هنا كنا قاعدين في الحفله دي منه من جيل و الحفله دي منه نهايه دار تنتهي بس يا هود زلة رمى الحية. الحفله بدت بتين؟ الحفله بدت دي شغاله عصريه من العصر. هاي ومن العصر شغال لحد ما انتهى منه الاخر اغنيه دي شغاله الزول ده بس رماها بعد العروس رجعت جوا بعد ما طلعت العروس بعد ما طلعت العروس.
هو قال الهاي دي قام رماها. شفته انت لما رماها؟ شفته اي. عمل شنو بالضبط؟ ورينا هو كان وين اول شيء. انا لقيت ما شفت ابو منه رمى ذاك من الصناديق كده وثاني ذا ما ظهر. هو رمى رميه ولا وقعت منه؟ رمى منه هذه الرمى تدعى في الناس. بالنص الحبل. عرفتوا منو هو الزول ده؟ لا بنعرف اصلا صاحبنا ساكن كان في الهل البيان خمسه دي. كان عسكري ذا قديم. اسمه منو؟ اسمه احمد. احمد منو؟ احمد كو. احمد كوكو؟ اي. كان بيجي يقعد مع الشباب ولا كان شنو؟ كان بيقعد مع الشباب اصلا هو بيجي الهل ذا من هل الجيران ذا الطوالي. ساكن في هل الجيران ذا الطوالي. هو بس بيجي مرات هنا وبيرجع ثاني هو بس اللي هنا في الحفله دي. هو كان اول قالوا ما نصي جنه وما جنه كده. لما عمل الحاجه دي كان طبيعي ولا والله ما طبيعي ده ما اعرف انه ثاني بيجي. قبل ما يرميها كنت شايفه؟ انه شايف انه قاعد في الحفله دي. كان بيعمل شنو بالضبط؟ لا واقف بس كان قاعد راكب وشايلها المفروض. كان شايلها في يده. رماها رميه قاصد ولا لا وقعت منه؟ هو ذاته رماها لكن ما عرفنا قاصد وقعت منه. كان وقعت في نص الحفله. طيب ها انفجرت حصل شنو بالضبط؟ كذا احكي لنا. لا انفجرت دقيقه ثاني الناس كلها اترمت ورا هذا. شفت شنو بالضبط؟ الناس بس الحفله بالي لما انفجر كلهم هي ذول ثاني واقف بدمه. طيب وبعد ذاك اللي حصل شنو كلمنا؟ اللي حصل ده تعالى الناس هي وقفت الحفله وهي لموا الناس زي هذول وشالهم وجروا المستشفى. الناس اللي وقعوا كم كده؟ لا كتار يعني ما بيتحسبوا ده. من اولاد الحله ولا من الحله؟ شوفها صغار وناس كبار كلهم. هو كلهم بيدموا ما عارف النصيح منو ولا ما هو منو. طيب يعني الحاجة دي أول مرة تحصل في الحلة ولا قبل كده؟ هي الحاجة دي أول مرة تحصل لكن تاني ما أعرف. أول حاجة دي الجرينيت ده أول مرة تحصل في الحلة. الزول ده قبل كده شفته مسلح؟ أحمد لا لا الشاب ده؟ لا لا. عمره كم كده أحمد ده؟ لا عمره 28 سنة. الله يخليك. تمام. طيب معنا المشاهدين معنا العم حسن هو صاحب هذه المناسبة. عم حسن حدثنا ما الذي حدث بالضبط تحديدا؟ والله أنا جيت بعد المغرب طوالي. طبعا دي مناسبة المناسبة مناسبة بتيانا مناسبتها الليلة الحنة بتاعتها كانت عاملين نافذة. أنا فاكرة عاملين دكاكينية كده براهم هناي لكن جيت اتفاجأت لقيت الحفلة معمولة برا وهناي ولقيت العدد كبير جدا من الناس. المهم الفترة اللي أنا خشيت فيها البيت وجيت طالع سمعت الضربة جيت طالع ولقيت الناس واقعة وحكايتها سمعت شنو بالضبط؟ سمعت ضربة قوية جدا. أنت كنت جوا البيت؟ أنا كنت جوا البيت جوا البيت هنا يعني البيت قريب الحدث يعني فطلعت ولقيت الناس واقعة في الأرض كلهم وبقينا نرفع في الناس المعوقة والناس مجروحة أو الحصر. سمعنا بلانه الواد ده كان شايل له الجرانوف بتاعه ده ولا السلاح بتاعه القشطة الشايلة دي حصل الحصر. الزول ده هو منه؟ والله أنا ما بعرفه أنا شخصيا لكن بسأل من الأولاد ده منه الواد المناية هو قالوا المرحوم ده الواد ده اللي اسمه محمد ده ولا محمد منه كده ما معهم. هو توفى؟ يتوفى هو ذاته. طيب كنتوا بتعرفوه قبل كده؟ لا لا ما عندنا بوية علاقة خالص ما عندنا بوية علاقة نحن. طيب طلعت برا شفتوا بالضبط شنو هنا في السيوان الورق ده كده اصف لنا بالتفصيل كده. السيوان الناس كلها بدأت تكورك وبترفع في الناس يعني انا ذاتي لما جيت في محلك اللي انت حسي واقف فيه انا لما وصلت هنا لقيت الناس دي كلها قدامي انا في المحل اللي انا واقف فيه هذه شفع واقعين وفي ناس كبار برضه واقعين وحريم واقعين وبقد الناس تكوري فبقيت انا اهدي في الناس او بشيل في الناس عندنا عربيه جارنا قريبه وندعنا له وجاب العربيه بتاعته مطرفه الناس بدات تنقل تودي الناس لكن الناس ذاتها كانت ما فيش يعني الناس اللي كانوا في الصيوان انا لما جيت خاشي الناس خلاص اتفرقت من الحفله يعني الحفله كان انتهت؟ الحفله شبه انتهت يعني الناس بدأت تلملم يعني حتى بتاع الساون كان بلملم في الساون بتاعه وبلملم في حاجاته
يعني ما كان في هنا. كم إصابة كده ممكن؟ والله الإصابة قريبة 25 نفر اللي صابوا في الحدث، قريبة 25. طيب الشاب ده هل في أي قبل كده في الحلة هنا سمعت منه شيء، عمل شيء، سمعت عنه حاجة؟ هل في أي عدوانية صدرت منه تجاه؟ والله أنا ما ملم بالحتة دي خالص ولا عارف عنه أي شيء، يعني لأول مرة ذاته نحن نتفاجأ به ذاته نحن. لكن حسي أنا بمعلومات كده من الجيران ومن الأولاد الشباب القدر ونائب بسأل منه، قالوا ده كان شغال في القوات المسلحة وذاته دماغه كان ما كويس، فصلوه وتاني رجعوه ولا ما عارف الحصل شنو. أحسن الله عزاكم. الآن الوفيات كم الآن؟ والله أنا لغاية حسي الخبر جاني سبعة. سبعة وفيات؟ أي لغاية حسي. من الأهل أو العائلة؟ من الأهل في قريب الثلاثة من الأهل، أطفال كلهم. ممكن تدينا أسماءهم؟ والله في حمودي الولد الصغير ده جارني هنا، ديل برضو قرايبنا، وفي في الدرمان برضو عندنا واحد برضو قرايبنا، عندنا تاني برضو واحد من الحي هنا برضو معروف برضو قريبنا. يعني العروس سليم؟ لا كلنا الحمد لله سليمين كله، ما في زول تاني من البيت تعوق. يعني أحسن الله عزاكم. الله يسلمك. ويعني أخيرا عاوز تقول شنو بعد الحادثة دي وانت رب المنزل هنا؟ والله أنا بقول يعني الشباب الشغالين في القوات المسلحة يعني بناشد المسؤولين الماسكين زمام الأمر بتاعهم ما يخلوهم يشيلوا أسلحة زي دي ولا يشيلوا حاجات زي دي عشان يصيبوا بها الناس الأبرياء وناس ما عندنا يعني مشكلة معزول ولا عندنا برنامج معزول. يعني فنرجو من المسؤولين يتحكموا في الحتة دي، يعني الجنود ما يجي أي زول يشيل السلاح ويجي ماش بيه وممكن يعمل بيه أي شيء، وده الشباب صغار ممكن متهورين أهو ده حسي متهور. يعني نحن بدل كنا في فرح بقينا في كره، يعني بقينا في كره شديد جدا وحزن شديد. عندكم خسائر جوا البيت الآن؟ لا ما عندنا حاجة خسائر جوا البيت. لا لا ما في. الناس الأدلة الجنائية شفتهم جو هنا قبل شوية، أي عملوا شنو بالضبط؟ ناس الأدلة الجنائية جو عملوا تصوير وشافوا الجهاز اللي تفرتك ده، لموا الشظايا بتاعته وجانا المعتمد ذاته وجونا مسؤولين كبار كله. قالوا شنو في موضوع القنبلة دي لما شالوها؟ قالوا عنها والله ما هم حسي لغاية هسه ما قالوا شيء، يعني شالوا حاجاتهم ومشوا. يعني وبعد ذاك نشوف حيحصل شنو. في ظروف شالوها قلت لهم؟ اي في ظروف، في احذيه بتاعت ناس الوفيات وناي بتاعت الاطفال دي كلها شالوها، في فنيله برضه مليانه دم برضه شالوها. يعني كل اثار الحادث شالوه. الحادث كله في الصيوان هنا في المكان، بس هنا بس في الحته اللي انت واقف فيها اهي، دي من الحته اللي واقف فيها وانت شايف دي الدموم ذاتها اللي شايفها دي كلها دموم بتاعت الناس اللي صابت. الجيران في حد تضرر؟ والله عندنا جيران، هسه انا اقول لك الوفيات في جيران. في ضرر رايش او لا؟ لا كل الحدث هنا بس. اي الناس اللي كانت موجوده هنا هي اللي صابت. يعني شكرا جزيلا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الحصل شنو بالضبط؟ اول شيء نتعرف عليك يا عم. انا ضابط شرطه متقاعد، اسكن في الشقله 30، قريب من قسم الشقله 30. والله انا ضرب لي واحد صديقي، قال لي الحاصل شنو في الشقله هناك جنبكم؟ قالوا في واحد شايل لي جرانيت واتفجر في 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 ناس في حفله في صيوان وكده. فانا حقيقه والله يعني قمت اول حاجه اتفقدت اولادي، لانه اولادي اي حفله في الشقله دي بيمشوا ليها، فقمت اتفقدت اولادي والحمد لله لقيتهم موجودين في البيت. وطلعت برا لقيت لي واحد من الناس الحله سالته، قال لي اي والله جم محطه عشمك هناك في واحد فجر لي جرانيت في حفله وفي ناس كثيرين اصيبوا. يعني والله يعني اتألمت ألم شديد جدا جدا، يعني اللي بيحصل في الوطن ده، وده أسلوب دخيل جدا جدا. يعني ما ممكن إنسان يجي شايل له جرانيت، والجرانيت والحاجات الكبيرة دي. بما إنك ضابط قديم كده كلمني على الجرانيت ده. هو الجرانيت دي حاجات، الجرانيت دي حاجات بتستعمل يعني أسلحة صغيرة بتستعمل في مناطق العمليات. يعني لا يعني ما ممكن إنه زول يكون جاي لمحل فرح يعني كان سليم ولا كان واعي،
يقوم يشيل سلاح زي ده ويجي هنا. يعني انا هسي بزعل نفسي وبزعل يعني كل الناس المذهولين، كيف النزول يعني كان بينتمي للقوات النظاميه او هو في القوات النظاميه يشيل سلاح زي ده كده عشان يجي يروع المواطنين ويروع الناس، وفي حفله يعني هسي انا متالم جدا جدا وشايف الدماء يعني قدامي هنا، يعني دي مزاله يعني انا والله لما جيت عينت هنا كانه يعني مضبحين بهائم يعني. فنحن يعني حقيقه هذه المزاله اليمه جدا، ونحن والله الواحد بقى بخاف على الاسر وعلى المواطنين، ودي اساليب دخيله جدا جدا. نتمنى من المسؤولين انه يوقفوا نزيف هذه الحاجات يعني. طيب كلمنا عن السلاح ده بسرعه، بس انا عاوز استفيد من خبرتك باعتبارك ضابط سابق في القوات المسلحه. السلاح ده طبيعته شنو هو تحديدا؟ هل بينشال زيه زي القنبله؟ معليش انا طبعا ضابط في قوات الشرطه. طيب هذا السلاح يعني كان لقوات الشعب المسلحه ولا كان لقوات الشرطه؟ يعني دي اسلحه ثقيله يعني، لا يعني ما بتكون الا في مناطق العمليات. فكيف انا هسه بزعل انه ايوه يعني شايله مواطن وجاء ويعني وفجره يعني سلاح زي ده يعني سلاح خطير وفتاك ومعروف يعني حتى لدى المواطنين ولدى كل الناس اللي بيعملون في الاسلحه وفي الذخيره يعني. طيب يعني لما خلينا نستفيد شويه برضو، نعم لما ينفجر السلاح ده ايوه نعم حدث الضرر بيحدث غالبا والله لما ينفجر السلاح ده بيضرب بابعاد بعيده يعني، بيضرب فيما حوله بأبعاد بعيدة، وممكن يكون الزوج ذاته متحكم عشان يضرب أو القصد الإجرامي اللي هو جاي له يعني. طيب حمل السلاح ده بيحمله أي جندي موجود في القوات المسلحة ولا والله بيعطى لضباط معينين؟ والله بيعطى لأفراد معينين أو لشعبة معينة يعني، مثلا مرض بها مكافحة حاجات معينه في مناطق بتاعت عمليات يعني. لا لا لا, لا يمكن انه يجيبوه في حته يعني تكون فيها حفله ولا حته تكون فيها مناسبه يعني، وهو ممنوع بالتاكيد وممنوع يعني. احنا هسه سؤالنا كيف انه يتسرب حاجه زي دي يعني. هسه احنا ممكن عادي الواحد يكون مسلح تسليحه الشخصي يجي في حفله يعبر مثلا في كل طلقه اذا كان بمسدس ولا اذا كان باي حاجه، لكن سلاح زي ده يعني دي مزاله دخيله جدا جدا وحاجه ما كريمه يعني. يعني ده يدل على شيء بيدل على انه في انفلات وفي يعني في حاجات كثيره جدا جدا، ودي تؤدي الى ما بعدها يعني. الحادثه دي تؤدي الى ما بعدها يعني، والانسان بتخوف. يعني احنا نلتمس من المسؤولين انه يقوموا برسالتهم وبدور المسؤولون منه امام الله ورسوله حتى لا تتكرر هذه العمليات. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك. المشاهدين نحن ما زلنا حتى هذه اللحظة في مكان وقوع الحادثة هنا بحي الشقلة بمنطقة الحاج يوسف، وهذا الانفجار وقع عشاء هذا اليوم عند 8:30 هنا. أحد فجر أحد القنابل التي تسمى بالجرانيت هنا في السودان، وخسائر طبعا فادحة في الأرواح، حديث عن عشرات الإصابات وكذلك عن عدد من الضحايا. هذا الذي فعل الحادثة يدعى أحمد كوكو، حسب ما سمعناه الآن من شهود العيان هنا داخل هذا المكان. وهذا المكان هو مكان لعرس كما استمعتم قبل قليل في الإفادات هنا بمنطقة الحاج يوسف. هذا السلاح كما استمعنا أنه لا يمكن الحصول عليه بسهولة. أحد ذوي المصابين يستمع إليه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله. أنا حقيقة كنت ما في الاسم منو؟ أنا اسمي أبو بكر نواي وقريب حسن وجاره يعني. الحقيقة والله أنا كنت ماف، ولكن جاني اتصال قال لي يا أخي حصل انفجار في الحفلة والولد أصيب. ولدي أنا ذاتي يعني. ولدي أصيب، الله عمره زي 12 سنة،
أصيبوا ونقلوه المستشفى، وأنا حصلتهم في مستشفى البان جديد، لقيتهم ودوه شرق النيل ما هو أخوانه. عموما والله إصابته هو يمكن يكون أقل الناس إصابة، لكن عنده أدخاله مصابة حولوه ريال كير برضو جارنا بجانب وسلم. والله أنا والدي مضروب في رجله، أما أدخاله ده في بطنه وصدره شظايا بس ده في ريال كير. في تاني أدخاله برضو مضروب في رجله وفي برضو روايش في مستشفى شرق النيل. ده الحاصل يعني، أنا طبعا ما حضرت الحدث يعني. مشيت المستشفى البان جديد شفت والله البان جديد حاجة فظيعة جدا يعني. يعني أولا يعني الناس بتعاني ما في يعني، حتى الممرضات والدكاترة يعني ما بيقدروا يعملوا حاجة لأنه العدد كبير والكوادر الطبية بسيطة يعني، فما قدروا يعملوا حاجة، عشان كده حولوا الناس في بحري وشرق النيل وريال كير. في أي رسالة حابب توجهها عبر الجزيرة مباشرة للجهات الرسمية؟ والله رسالتنا نحن ل يعني مسؤوليننا وخاصة في محلية شرق النيل، نحن نفتقد يعني الرعاية الطبية دي ما فيش عديل كده يعني. مستشفى البان جديد والله عبارة عن حوش قاعد يعني حاجة بتاع إسعافات أولية، ويعني لما تمشي تشوف الحالات الموجودة يعني ما بتفتكر إن ده مستشفى. الناس اللي عندها إمكانيات بتمشي المستشفيات الخاصة، أما الناس التعبانين دي طبعا بيموتوا يعني، وده اللي حصل يعني. أي زول مشى الليلة في الأحداث بتاع الجرينيت ده في مستشفى البان جديد والله بيتحسر حقيقة يعني. يعني حالة مؤسفة جدا، ما في أي رعاية طبية يعني، ما في خدمات. شكرا. الله يبارك. ستكون معنا كذلك صاحبة المنزل ووالدة العروس، يعني صاحبة البيت الذي وقع فيه هذه الحادثة. أهلا وسهلا، نتعرف عليك. أنا اسمي حنان كباشة آدم سليم، اللي كانت حنة بنتي وجوني أحبائي وجيراني، لكن الزول ده عزان ما خلي الأولاد الصغار دل بعد ما الحفلة انتهت، قالوا الناس دل فكوا البتاعة أنه كنت جوا. قلت الحمد لله المات الله يرحمهم والعيانين الله يشفيهم، والحمد لله على قضاء الله. سمعتي شنو بالضبط؟ زي الضربة تستقي انفجار ذات، أنا ذاته قلت دي شنو الحصل بس. طلعتي برا شفتي شنو؟ أنا ما طلعت طوالي، لكن من جيت شايف الناس راقدة والشالو ده شفته. عاوزة تقولي شنو للجهات المسؤولة؟ رسالة الزول ده بتعرفوه قبل كده ما بتعرفوه؟ لا لا من عارفه. سمعتوا عنه شنو؟ ولا شيء. المهم قالوا شال الحاجة ده وجا وقع بها هنا ولا فجارة ما عارفين. عندك أي رسالة عاوزة تقوليها للحاجة؟ والله بس يعني الأسلحة دي في الناس اللي بيشيلوها للمواطنين ده هسي يعني أذى ناس يعني أبرياء ما عندهم أي شيء في الحياة اللي حصلت دي، ناس جات تفرح وتشاركنا الفرح، حتى يعني حسي أنا بتدي تعرس أنا ما حيتم على كده على الحاجة اللي حصلت دي، لكن أقول الحمد لله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. تسلم. الله يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد التجاني من سكان الحي. هذه تعتبر كارثة في الحي وأول مرة تحصل، نتمنى لا تتكرر هذه الفاجعة، وهذا يحتاج إلى
عين فاحصة من أهل الحي ومراقبة دقيقة، أنه ربما يكون هذا الإنسان دخيل في هذا الحي، لأن هذه الحادثة لم تحصل من قبل، وأهل الحي كلهم معروفون ناس طيبين مسالمين أصحاب كرم وجود، الناس تتعاون متعاونين فيما بعض. يعني ربما هذا الشخص وربنا يكذب الشينة، ربما يكون جاي من منطقة تانية، ربما عنده قصد مع أهل الحي، ربما أراد أن يشوه سمعة هذا الحي. وسمعنا كلام كثير من أناس إنهم قالوا أهل هذا الحي أبيدوا، هذا كلام كذب لم يبادوا، لكن وقعت مصيبة ولم يعرف الجاني هو الذي قام بهذا الفعل الشنيع القبيح، والموتى كلهم ربنا يرحمهم ويتقبلهم، والجرحى ربنا يعافيهم. أين كنت أنت وقت الحادثة وما الذي سمعته؟ أنا كنت بعيد، كنت في منطقة الشقلة فوق الدواحي، واتصل علي أحد الناس قال لي في منطقتكم حصل بلاء عظيم. قلت له ماذا حصل؟ قال لي انفجار، وقال الناس ماتوا في مناسبة. هذا جيد مسرع إلى مكان المناسبة، وبعد ذلك لقيت الناس كلهم في ذهول، المصيبة عظيمة. والله جيد وجدت كان ناس الأدلة الجنائية موجودين، كان بيشيلوا في البصمات، والناس كلهم حزينين، لا أحد يتكلم، الناس يراقبون من بعيد، والناس يحللون، هذا يقول هذا يؤول، هذا يقول هذا فعل سياسي، وهذا يقول إنسان يقصد آخر، كل يدلي بقولي. لكن ننتظر أن القانون يجري مجراه، وننتظر رأي سديد إن شاء الله حتى نصل إلى بينة. تعرفتم على هذا الشاب الذي فعل هذه الفعلة؟ والله في أقاويل، لكن برضو لسه ما إلا بكرة، ننتظر بكرة ولا بعد بكرة إنه يدلون على هذا الشخص هو ولا إنسان آخر، الله أعلم. رسالة أخيرة أحمد، والله رسالة لأهل الحي كلهم، أيوة الجهات المسؤولة لازم تراقب هذه الأشياء ومناطق أو أماكن التجمعات، لا تترك لوحدها، لازم يكون في أناس يراقبون أي مكان فيه تجمع، خاصة في هذا الوقت البلاد تمر بأزمة وبلاوي كبيرة وفتن، وربنا يصلح الحال إن شاء الله. هل تعرضتم لشيء من هذا القبيل أو إطلاق نيران قبل هذا اليوم مثلا؟ والله في المناسبات أحيانا ضرب نار ثقيل، خاصة في المناسبات، إننا معروف في البلاد كلها في المناسبات الناس يحتفلون يضربون النار في السماء وكده، لكن هذه الحادثة الأولى من نوعها لم تحصل من قبل. الله يكرمكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، السلام عليكم. بسم الله. طارق سليم آدم أحمد، لجان مقاوش من شتات شنبات. بصراحة نزل الله تعالى أن يترحم على الشهداء الذين ذهبوا إلى ربهم، ونتمنى الشفاء العاجل لكل جرحى والمصابين. بصراحة حاجة مؤسفة جدا نسمع مثل هذا في أراضينا السودانية، ونطالب الجهات المختصة مجلس السيادي بالتدخل الفوري لحسم هذه الفوضى، ونطالب بإغالة وزير الداخلية ووزير وزارة الدفاع. يعني برأيك فيها تقصير من الجهات القانونية؟ أين هو التقصير الجهات القانونية؟ لأنها تسمح بتسليح أو مثل هؤلاء الأفراد إذا كانوا نظاميين أو مواطنين. شكرا. صباح الله. انت صباح الغلو. اي والله احنا بنقول انت اكثر زول بتكلم. اي والله وجه رساله لعبد الله حمدوق من هنا. هو بس هاي السلام عليكم. إضافة أخيرة بالنسبة لموضوع الأسلحة والنادي ده، برضو دائرة تقنين، حتى لو فرد في الجيش في الشرطة
المفروض في هذه الأيام يحظر أو يمنعون من حمل السلاح خاصة في المناطق مناطق المناسبات أو في مناطق أماكن التجمعات إلا إنسان خرج بتكليف أو بأمر من الدولة. معلش لأن هذا الأمر أحدث حزة كبيرة، الناس يتصلون من أماكن بعيدة يسألون ومن المسؤول، آخرون يتهمون المجلس السيادي وآخرون المجلس العسكري وآخرون يقولون هذه الحكومة نائمة، كل يدلي بدلوي. ذلك نطلب من الناس المسؤولين أن يهتموا بهذا الأمر حتى لا نسمع بحذر للدماء في مناطق كثيرة. وهذه الأيام تفلتات كثيرة، يوم في مدرمان، يوم في الحاج يوسف، يوم في بحري، كل يوم واليوم الثاني نسمع بفاجعة كبيرة تقع في هذه البلاد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحد شهود العيان على هذه الحادثة، مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم. عبد الكريم علي مكي رجال، السكن الشكل شركة مربع 2. أثناء الحدث أنا كنت واقف في شركة عمود على الشيرة دي، أثناء كنت واقف جاني تلفون، شفت التلفون طلعت برا، جاء انفجار تراب حصحاص عجيب مرة واحد. الناس دي لما قبلت قفلت تلفوني، الناس دي كلها بتكورك، دفت الناس دي كلها جارية بيشيلوا في الناس في الركشات وناس في العربات. الرجل ده محل الرجل اللي كان واقع هنا، زول قادر يرفعها ما في، شفت الرجل دي برا خطيت لهم في العربية، في بيت كان واقع في المحل دي رفعناه خطيناه في العربية. الناس دي بتكورك، ارفع ذاك وارفع ذاك، الشافع عفصوا عديل بجري فوت واقع في الوطا، عفصوا عديل رفعناه وخطينا في العربية. الناس قالوا فاتبوا المستشفى، احنا قاعدين لقطنا الجماعة ديل وجينا مارقين، ركبنا معاهم وصلنا لغاية البان جديد، انه اصلا البان جديد ما فيها علاج، ما في مستشفى. اقرب مستشفى عندنا هنا الحاج يوسف دعم، اقرب مستشفى يا هل بان جديد ما في علاج، كيف ما في علاج؟ هسه يكتبوا لك انت جاي عندك مريض، يكتبوا لك روشته اقول لك جيب لنا دي من الصيدليه، بتمشي الصيدليه اقول لك والله ده ما عندنا، او شيلوا زوكم ده بيحولوك مستشفى اقول لك امشي بحري. في قسم حوادث او طوارئ، الطوارئ ما عندهم حاجه، حتى الابره دي عندك زول معوق ولا زول ادوك يقول لك ها جيب لنا ابره وخيط من بر من الصيدليه. طيب خلينا ارجع معك لمكان الحادثه، بالتفاصيل يعني كنت شايف هنا بالضبط شنو الشخص ده، هل شفته قبل ما والله انا ما شفته، الناس دي لامه بس انا جاني تلفون صوت الحفلة انت. لا انا واقف، جاني تلفون طلعت برا وجه مشيه دي اثناء بتكلم في التلفون، بس الانفجار قام انا قلت لستك، اتلفت لي ما في ما في عربي، الناس دي جاريه بس بتكورك هنا خشين، خل الناس بترفع في الناس في العربات، الجنة واقع في المحل بيعفصوا فيه، الناس دي جارية بس دارت أمر بنفسها. بعد ما الناس دي كلها طلعت، الناس دي مجدعة في الوضع. طيب الشخص ده منو، تعرفت عليه والله أنا غايته بالشكل دي، أنا سكنت أول حي ما قد أمشي مع زول ولا السلام عليكم وعليكم السلام، دي لغاية عندنا في الشقلة دي. ما سمعت عنه هاي؟ لا لا اطلاقا. هاي طيب لأنه هو أول حاجة الظاهرة بتاعت الشقلة دي، أول حاجة عندك العساكر، عساكر الجيش خشوا جداد ديل فرحانين، أصلا لو في جهة صحي مسؤولة منهم ما بعملوا كلام زي ده. شفتوهم قبل كده شايلين أسلحة؟ لا لا حادثة غريبة. الأسلحة دي أصلا ما عنزول واحد، ما ينزل واحد فرحانين بيها يا اخي. الاستماره دي ارفعها في الحفلات عشان يعرفوك انت اغنى فرد استخبارات ولا فرد اغنى عسكري جيش. طيب يعني الواحد بتكيف لما اقول لك الاسلحه والزغيره تمام، يطلعوا طبنجات وناي كلاش، الواحد تلقى واقف اغنى الكلاش هنا. وقت الحفله سمعتوا اطلاق نار في ناس وذخيره احتفاء ما في زول اطلاق صغيره مناسب، والله الناس دي قاعده والله فرحانه خينا بتحضرها، يعني المناسبه دي في الحله بتجيب الناس البعيده بيجي بحضرها بيشارك الناس براحه، لا مشاكل لا جوطه لا. اول مره تظهر ظاهره زي دي في الشقله دي. طيب
حابب اي توجه اي رساله للجهات؟ والله انا بوجه رسالتي بس للساده المسؤولين من هيئه الاستخبارات ومن هيئه الاسلحه والصغيره، التسليح ما ممكن تدي لك سلاح لفرد غير امشي بالبيت، ده اول حاجه. ما اصلا دي ما في هسي، بقت عادي ان العسكري يشيل سلاح من المرفأ يجيبه معاه البيت في مناسبه، يلبس يوترو يلبس مارق بيه سلاح. السلاح ده ما ادوك له عشان انت توريه للناس، ولا قالوا لك يا اخي نعم ماشي بالحفلات بترفعه، في ناس كتار ما عارفين عنه حاجه. هاي دي رسالتي ان شاء الله للجهاز المسؤول. الناس دي كلها اشتغلت، عندنا عمامنا كبار وعندنا خالاننا وعندنا خيلان اشتغلوا، لكن ما بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، ما بالطريقه دي. المساعده وعي من الجهات المسؤوله؟ والله من الجهه المسؤول، الجهه المسؤوله ما عارفه انك بتعمل شنو، ما عارفك بتعمل شنو. يعني هسه عملت حاجه، اقرب حاجه حودوك القسم هنا بيشوفوك تابع لوين، بيسلموك لجهتك كده، الموضوع انتهى. كثير اصلا بتحصل حاجه، عسكري بيعمل مشكله مع زول قبضه بيسلموا له وحدته، بتلقى حاجه في الحله عادي زي ما حصل حاجه بدون اي هرم. لا شكرا، بارك الله، جزاكم الله خير. إذا مشاهدينا، نحن هنا بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف، مكان وقوع الانفجار قبل ساعات. هذا الانفجار الذي وقع هو أودى بحياة 7 أشخاص حتى هذه اللحظة، وفقا لشهود العيان الذين حدثونا هنا من مكان الحدث، وعشرات الإصابات، أحدهم رمى ب قنبلة جرانوف وجرانيت، وأودع هذه الخسائر حسب شهود عيان الذين تحدثوا معنا قبل قليل. مشاهدينا، هم تحدثوا عن أنه يقطن هذا الذي رمى هذه القطعة المتفجرة، ويقطن هنا بهذه المنطقة تحديدا، ويدعى أحمد كوكو، وكان يتبع للجيش. هذا طبعا وفق الروايات التي رواها عدد من شهود العيان هنا في هذه المنطقة. نقلت هذه الإصابات ونقلت كذلك الجثامين للمشافي المتاخمة لهذه المنطقة، مشفى البان جديد وكذلك مشفى شرق النيل، ومؤخرا حولت عدد من الإصابات لمشفى رويال كير بالخرطوم، وكذلك لمشفى بحري وعدد من المشافي الأخرى. إذن وفق شهود عيان كذلك تعد هذه الحادثة غريبة من نوعها في هذا العرس. تحدثنا كذلك، تحدث لنا قبل قليل أب العروس الذي يدعى حسن، ووالدتها كذلك، ويعني
تحدثوا عن ما حصل بالضبط، وشهود عيان تحدثوا لنا كذلك عن الأشياء التي حدثت وما رأوه هنا في هذه المنطقة. كما ذكرت هذه الحادثة تعد حادثة غريبة من نوعها، وكذلك حادثة أولى في هذه المنطقة وفق الروايات التي استمعنا لها قبل قليل مشاهدينا. وطبعا شاهدنا نحن فريق الأدلة الجنائية وعدد من الفرق الجنائية التي أتت لهذا المكان، وكذلك يعني أخذت عدد من العينات وكذلك لهذه القطعة التي رمت. إذن نحن نحاول أن كذلك أن نأخذ مزيد من شهود عيان. مرحبا بك، تفضل. أحد الجرحى خادم المستشفى. نعم، الآن مشاهدينا وصول أحد المصابين من مشفى، وهو حادث لهذه الحادثة ومن المتضررين منها كذلك. السلام عليكم. ألف سلامة. ألف سلامة. نتعرف عليك. أهلاً بكم. كفارة سلامتك. سلام الله عليك. الحصل شنو بالضبط؟ تكلمنا. لا أنا بس قاعدين هنا، بس في زجدة حاجة قام فجر. أنت كنت وين؟ كنت بتعمل في شنو أنت؟ ما كنا قاعدين هنا جنب الأورجن. كنا قاعدين لما الحفلة انتهت قام فكوا. فكها جدع كيف؟ بجدع في الواطة. جدع كده قاصد ولا مثلا؟ ما أعرفين، بس هو قطع حاجة بس كده وقام نفت. هو كان وين طيب؟ هو لابس شنو؟ شكله كيف؟ أنت شفته؟ ما شفت عامل كيف. جرى ولا لما انجدع الحاجة دي؟ قاعد وزعت اسمه شكله مات. اسمه منو عرفته اسمه؟ اسمه أحمد. هاي شفته قبل كده هنا في الحلة؟ شفته قبل كده هنا في الحلة؟ انت ضربته وين؟ في كراهي هنا بس. كفارة يا أخي. كفر الله. مازن. رضي الله عبد الله رضي تعبانة. طيب. سيبوري جيب ذات من أخبرك. تفضل يا والده. تفضل. انا ما حضرت لكن كنت في العياده. جابوا لنا. تفضلي. مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. جدا انا عارفه حسن احمد الشامي، وبسكن منطقه الشكل شريك اكثر من 16 سنه. وحسن دود عمي بالمناسبه، وحنان برضو، يعني عشرة وجيرة ما فاح لهم أول مرة تحصل مناسبة في بيتهم. فأحمد كوكو احتمال والده ذات ربنا يرحمه كان في القوات المسلحة، ورجل طيب جدا، وأنا أعتقد أنه تصرف فردي وقد يكون همجي. وحتى أحمد يعني أنا ملمة به، زول هادي جدا. الضرب أسي أنا علمت يعني مؤخرا، حتى أنا ما كنت بعرف. أنا وصلت لغاية بيتهم على سنه ماشي عزا، وعلمت بالموضوع وشفته في الغنى، وشفت شبابنا كمان أبناء الحي تصريحاتهم في المستشفى. والله أحمد هو بالنسبة لي أخو، وبالنسبة لي ابنه. ما يفوت 25 سنة، كان جندي بالقوات المسلحة، وتقريبا فصل لفترة من الوقت وعاد الخدمة في الدعم السريع تقريبا. هو الآن في الدعم السريع؟ تقريبا. أنا ما ملمة بالموضوع، لكن قالوا هو في الدعم السريع. ف والله قبل 4-5 شهور كده بالصدفة قدام بيتهم، أنا ما شفت منه شي كده ما سوي. يعني هو زول مسكين جدا وما بيتكلم كتير ذاته. حتى الحي احتمال يكون دخل الحي في ناس ما ملم به، وبيجي لأصحاب أو لجيران أو لدهل في نفس المنطقة، وبالنسبة لناس حسن جيران يعني. فالمهم الشيء اللي حصل ده كان مؤسف يعني، ونترحم على أرواح الشهداء، وقدر الله ما شاء فعل. لكن حاجة شينة يعني، ما بتشبه منطقتنا ولا بتشبه أهل الشكلة،
ودايما شبابنا بيمشوا المربوع حق ناس احمد لو في حفله وهم بيجوا هنا، يعني ده شيء طبيعي. لكن الشيء اللي حصل ده شيء مؤسف، يعني شيء مؤسف بجد، كونه هو هذول يجي حفله وكلها اطفال، ويعني الاطفال يعني ما في زول كبير تقريبا نسع من ضمن الوفيات كلهم اطفال. فانا في العياده وقبل ما اصل سمعت صوت الانفجار، والناس بطبيعه حالهم يعني حاجه مستنكره، ما في زول بيتوقع انه يكون في جرينه تتفجر، افتكروه لاستيك من طريق الجرارات. فحتى الناس اللي قدام العياده ناس من المنطقه هنا، في عياده هنا معمل بتاع تحاليل، فايوه كنت داري اجيب لي دواء شراب لاطفال. المهم بعد ذاك اشوف ليك ناس جارين وشايلين اطفال، وفي ناس ماشيين تاتشر بعربيه ملانه ناس وركشات وصراريخ، يعني شيء ما طبيعي. مجرد ما وصلوا كان في طفله عمرها زي 3 سنة مضروبه، يعني جرحها كان بليغ، وفي طفل عمره زي 8 9 سنوات مضروب هنا في كليته بينزف شديد، في ذول في رجله. العياده ما في جراح ولا في اسعافات اوليه ولا في محاليل، ما في طريقه يعني، لانه كانوا بينزفوا بشده. فاضطرينا نرفعهم في توك توك، وفي ناس في ركشات تحركوا للمستشفى. بعد ذاك انا مشيت البن جديد، جراحه ملانه وفي ناس برا وما في محاليل وريديه، حتى يعني الكادر الطبي الناس اللي في النساء والتوليد والممرضين اللي في الاجنحه الفوق وكده بيجوا يساعدوا في الناس، يعني لو انت حسبت ما بكونوا 14 نفر كل المستشفى. فكان شيء مؤسف، في ناس يعني تعاطفوا، ناس الشرطه بآلياتهم جزاهم الله خير، ناس واجب وزياده فاتوا بالناس شرق النيل وتوزع في المستشفيات، وما زالوا الان في ناس في البن جديد وشباب الحي. والتصريحات والكلام اللي حصل ده يا اخواننا، نحن ما نمس سيادة الدولة مهما كان، دي دولتنا، وجودهم هم كمسؤولين نحن ممكن نندد بشيء معين، انه يعني افراد الجيش ولا افراد النظامية بصفة عامة، الشباب الصغار ديل هم ما بيعوا العسكرية ولا ما عندهم فلسفة عسكرية جيدة، كونه يحملوا سلاح خطر زي الجرنيت، وده في مناطق الشدة معروف في الحرب، ما يخشوا بالاحياء ولا يحصل الحصل ده، فده شيء بطال يعني بجد. روع المواطنين ومنطقه الاشيكله الان يعني في كل القنوات وفي الفيس، حتى اخواننا برا السودان في شنو، اخواننا في الشيكله الحاصل شنو في السودان، يعني زي كانه في هلع كبير انفجارات. فالمهم نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى يأمن بلدنا ويأمن مناطقنا ويأمن شبابنا، وكلكم تكونوا بخير. وشكرا أخواننا ناس شرطة قسم 30 وغيره وغيره، وناس مسرح الجريمة، أنا مجرد ما جيت عشان ما نأزر أختنا حنان لقيت ناس مسرح الجريمة ورجعنا على طول يعني. فدايما الحكومة حاضرة بأي شكلية، هي حاضرة. فنحن إذا أصلا دايرين نوصل رسالة لمسؤول ولا لجهة معينة بدون إساءة، وإنتوا ناس شباب قلتوا ثورجية كويس، عندكم كبرياء الرجل السوداني ونخوة الرجل السوداني وأدب الرجل السوداني كويس، والثورة دائما ما إساءة لحميدتي ولا لحمدوك. فأنا قبل شوية مثلا سمعت تصريحات ما بتشبهنا بصراحة، يعني انتوا أولادنا وانتوا المستقبل وانتوا الغد إن شاء الله وانتوا السودان ذات. خليني أسألك، والدماء دي الليلة روت الأرض عشان تدينا دافع إن نحن نتحسب ويكون فينا شيء قويم، يعني ما نقوم نسيء. فدي حاجة ما بتشبهنا. شفتيه كم من الإصابات؟ والله 3 أفراد، وبعد ذاك في نسوان قاموا، لا لكن حالتهم حرجة، يعني بجد حالتهم حرية. بعدين اخواننا الناس الشكل هسه كانوا بيصرحوا حنان منكوبة، يعني ليلة الفرح بقى ترح بجد، يعني حاجة مؤسفة، وما أول مرة يقام فرح في بيتهم، فشي مؤسف. نحن بنآزر حسن، وحتى هم عندهم يعني مجموعة من الأهل برضو تضرروا نفسيا، هم حيكونوا مرتاحين كأنهم الشيء ده حصل في بيتهم، هم مسؤولين طبعا. قضاء الله، هاي قدر الله وغداؤه. ونتمنى انه ربنا يديم الافراح، والشهداء الماتوا ديل ان شاء الله يكونوا فداء لنا، والاطفال ربنا يجعلهم خير سلف لخير خلف. واخونا جمعه اخوتنا مستوره ربنا يعني دايما بيخلف لهم بخير، يعني الشيء اللي حصل ده مقدر ومكتوب، لانه في ناس كانوا واقفين ما حصلت لهم اي حاجه.
والله جيران انا ما ملمه بهم، لكن هم جيران حسن اللي هو والده حمودي، الطفل اللي قبل شويه انا رفعوا لي في الفيس توفى، ده جابوه مصاب هنا ولمين انا مسكته قال لي انا بردان، بس حسيت انه هو ممكن يكون في لحظات يعني، لكن الناس دي ساعد على سنه تمشي تنقذه وتوفى والله يعني ربنا الصفي وشهيد، وهو طفل بريء. برضو في طفلة انا اعتقد انه الضربة دي ما هي عميقة لكن ما مميتة، وهسه برضو رفعوها قالوا يطمن امها وربنا يطمن قلبها، وان شاء الله يعني ربنا يجعل لها سرير ابيض، هي طفلة بريئة ان شاء الله. وشكرا لكم كثير، اتمنى انه يعني اي زول يجي في الحتة دي اكيد عنده رسالة زي ما ناس الاعلام الواقفين ديل وصلوا رسالتنا بعيد، يعني معليش شبابنا اولادنا ما دار اقول ناس باسمهم، يعني يا ريت الشيء يكون تحفز شويه، ونحن البلد بلدنا والوطن وطننا وانتوا اولادنا وخيركم، يعني من تسلح بالايمان وبالتحفز وكده كده كلنا حنبني، يعني ما الليله بس وقفت هنا من جراء الحدث ده، اي زول عنده غبن يفشه. السلام عليكم ورحمه الله، شكرا لكم كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق سليم، يمكن قبل شيء كنت قاعد هنا وجاتنا انباء عن توفى احد ابن عمي رحم الله وتقبله ان شاء الله، الناجي سليمان الناجي، نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والشفاء العاجل لابن خالي ابن خالتي ابو بكر حمدان الفضل، وترحم على جميع الشهداء الذين كانوا في هذه الحادثة. وما أقول شنو والله أنا طبعا جيت متأخر، بس الحي بعرف إنه الآن أصل عدد المتوفين إلى 10 ومصابين إلى ما تتراوح إلى ما بين 23، وموزعين في مستشفى شرق النيل وبشاير والبان جديد. ونشكر كل الذين وقفوا من دون فرد من دون أي، شكرا جزيلا. والله رسالتي للجهات المسؤولة الضبط في النفس، وهل يكونوا في مستعدين لأي لا والله ما اعتقد اعرفه النهاية ولا لقيته، هذا الشخص اعتقد مع دخول شكرا لك. السلام عليكم. لا هو في طريقة.